أسألك اليوم، إيش رأيك أولاً في الطاقم التحكيم اللي حيحكم بكرة النهائي؟ طاقم تحكيم طاقم عادل، ويعني نجح لجنة الحكام بالاتحاد العربي في تكليف هؤلاء الحكام لقيادة المباراة النهائية. جميل. يعني لو تعطيني كذا بريف عنه، عن مسيرته، كيف تم اختياره لهذه المباراة، على أي أساس، على هل هو على أساس أداءه في البطولة العربية نفسها؟ طبعا أداءه ليس فقط في البطولة العربية، أداء سواء داخل محيط يعني الطاقم التحكيم الإماراتي والمتواجدين عم يحكموا داخل البلدون، بالإضافة إلى أنه عم حكموا مباريات عديدة ضمن النطاق الآسيوي وضمن النطاق العربي. كان عميد فاروق، كان في جدل كبير جدا على موضوع مباراة الهلال والأهلي واللونين، أنت شخصيا كخبير بالتحكيم كنت تقدر تميز بين اللونين؟ أنا ما شفت، أنا تابعت المباراة عبر التلفزيون، ما شعرت أنه في مشكلة في موضوع الألوان. أوكي. سننصحك ماجد، اشتري تذاكر بكرة يمكن تفوز بسيارة إن شاء الله، وربي يوفق الجميع إن شاء الله.